بينضم لنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان. استاذ محمد، هل تتحامل المنظمات في مصر في الملف الحقوقي على النظام الحالي واللي دفع النظام الى انشاء هذه اللجنة الجديدة؟ لا، اللجنة اتصور يعني طريقة انشائها وتوقيت انشائها اظن ان ليها هدف او اكتر من هدف. المفترض انه مصر على اعتاب مناقشة تقريرها الدوري الشامل في 2019، نعم، وانه الحكومة المصرية كانت ارجأت الرد للفترة دي، واتصور انه يعني الحكومة المصرية مطالبة بالرد على كل الملاحظات وكل التوصيات اللي خرجت من يعني الحديث عن تقرير مصر الشامل في كل اوضاع حقوق الانسان. فانا اظن انه المجلس القومي لحقوق الانسان كان بيقوم بالدور دوت، لكن لان المجلس القومي لحقوق الانسان طبقا لقانون انشائه كما هو معروف في العالم، انا اظن انه تصدي للدور ده اضر بيه وبسمعته وبسمعه الدوله المصريه، لان ده مجلس شبه حكومي يجب انه يعني يكون على الحياد، وانه يفترض انه يقدم توصيات ونصائح للدولة المصرية وليس محامي عنها. المجلس القومي أمر في الفترة الماضية بدور المحامي، فده أضر بسمعته، وكان تصنيفه يعني أتصور أنه كان محل شك في الفترة اللي جاية، يعني ربما كان في أحاديث بتحصل أنه هيتم التنزيل من يعني من درجته، لانه المجالس القوميه بتصنف اي وبي وسي، فتدخل المجلس القومي بدوره يعني وابتعاده عن العمل الحقوقي وقيامه بدور المحامي عن الانتهاكات والمشاكل اللي تحدث اضر بيه. ولذلك هم اعتقد هذا، انهم لجوا الى انشاء لجنه تابعه للحكومه وتابعه لوزاره الخارجيه تقوم بدور المحامي في الفتره اللي جايه. لكن المسألة ما فيش تحامل، لكن المسألة في التزامات دولية على الدولة المصرية آنية يجب الإعداد ليها، ولذلك هم بيبحثوا عن أي شيء يعني يحاول أنه يجمل شكل الدولة، مش يعني محاولة تحسين الأوضاع ومحاولة يعني إنهاء التجاوزات، لا، بيجايبين حد طول الوقت أتصور، ودي التصريحات اللي قريناها في الأيام القليلة الماضية، أنه هيكون محامي طول الوقت بيحاول ينفي الانتهاكات وبيرد على اي انتهاكات. لكن استاذ محمد،